ضربة الجزاء التي من الممكن أن تعرقل مسيرة المنتخب القطري في البطولة. ضربة الجزاء والهدف الذي من الممكن أن يتحقق، وهو الفريق اليمني اللي من الممكن أن يحقق اليوم ثاني أهدافه، لأنه سبق أن سجل هدف في مرمى الإمارات. اليوم من الممكن أن سجل الهدف الثاني، ولكن هدف التعادل في مرمى قطر. علي النونو، جول 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 علي النونو. علي النونو في الدقيقة 31 يجعل المنتخب اليمني في موقف رائع جدا في المباراة، وبالتالي عودة الروح كما ذكرت. وكما ذكرت عبد الرزاق، يعني اليوم اليمن تلعب بلا ضغوط اكيد، يعني ما مو بخاسر شيء بحيث انه يترك بصمه قبل ما يرحل من عند دورات الخليج، وهاي الدليل الهدف التعادل ممكن انه اضافه اهداف اخرى. اذا علي النونو يجعل المدرب الوطني اليمني السيد سامي النعاج سعيدا تماما. سامي النعاج، وهنا السجود شكرا لله سبحانه وتعالى من سالم عوض.